حكمة أنقذ الأطفال البريطانية عن ارتفاع معدلات الانتحار في صفوف أطفال ومراهقين في شمالي سوريا. وأوضحت المنظمة أن الوضع مقلق للغاية وأن أسبابا عدة تقف خلف هذه الزيادة، منها الفقر ونقص فرص العمل والعنف المنزلي وانعدام التعليم وزواج الأطفال. في شباكنا الرئيس اليوم نتوقف عند حالات الانتحار هذه ونسأل عن الخطوات الضرورية للحد منها. في شباك الفنون نحط في الرباط ونتعرف إلى معرض مسافات الذي يضم 200 صورة فوتوغرافية تعكس التأثيرات الناجمة عن كورونا حول العالم. وفي شباك الصحة، جرعة واحدة من لقاح فايزر قد لا توفر حماية كافية ضد متغيرات كورونا الجديدة. ابقوا معنا. نبدأ كالعادة بشباك العالم وأبرز صور اليوم. صورتنا الأولى من حي في غزة قام فيه رسامون بطلاء الجدران بألوان زاهية. إلى تايلاند الآن، وافتتاح ردهات جديدة لاستقبال مرضى وباء كورونا في مستشفى ميداني أقيم في ملعب لكرة القدم في العاصمة بانكوك. وهذه اللقطة لأحد المشاركين في مسابقة للطائرات الورقية في مدينة لوكات جنوبية فرنسا. بات بإمكان المصريين تناول وجبات الإفطار والسحور على بعد أمتار من 22 مومياء ملكية في المتحف القومي للحضارة المصرية في مطعم جديد يحمل اسم مولاي، افتتح قبل 10 أيام من حلول شهر رمضان المبارك. وكانت هذه المومياوات نقلت مؤخرا إلى المتحف الواقع في قلب مدينة الفسطاط التاريخية لمنطقة مصر القديمة في القاهرة. إفطار مع 22 مومياء، سحور غير تقليدي مع فراعنة عظام منهم حتشبسوت وتحتمس الثالث ورمسيس الثالث وسقلا رعتاع الثاني. 18 ملكا وأربع ملكات ووجبات فريدة في المتحف القومي للحضارة في القاهرة. I think إنها فكرة جديدة و very unique لأنه أول مرة تتعمل في مصر. usually هي بتتعمل برا وهي أول مرة تتقدم في مصر، إن الناس تيجي تبقى بيتقدم لها فطار وسحور في متحف. افتتح مطعم مولاي قبل 10 أيام من حلول شهر رمضان ليكون أول مكان لتناول الطعام في المتحف. هدف الفكرة إتاحة فرصة نادرة للزوار لتناول الطعام والاستمتاع بعد ذلك بزيارة ليلية للمتحف. يفتح المتحف أبوابه من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء، لكنه يفتح أيضا من الساعة 8 حتى 11 مساء خصيصا لزوار المطعم. كنا افتقدنا الفكره بتاعه ان احنا نشوف بعض واحنا بناكل على الفطار، بالذات بتاع رمضان بعد افطار رمضان بتاع السنه اللي فاتت. ده غير ان كونه بقى قريب من المتحف، ده حاجه انا شايفها ما بتحصلش في مصر او ما حصلش قبل كده. بتهيألي ده اول واحد في مصر بالمنظر ده، وحلو جدا ان هو انت عملت حاجتين في حاجه واحده، جيت اكلت وانبسطت كده، دخلت اتفرجت على المتحف ومشيت. نقل موكب مهيب هذه المومياوات عبر القاهرة في شهر نيسان الماضي، مضت
من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية لتخطف أبصار العالم، وتستقر المومياوات الملكية في مثواها الأخير، ويزورها محبو أجواء رمضان غير الاعتيادية. حذرت منظمة أنقذ الأطفال البريطانية من ارتفاع أعداد حالات الانتحار بين الأطفال السوريين في مناطق شمال غربي سوريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته قبل أيام أن واحدة من كل خمس محاولات انتحار ووفيات مسجلة في هذه الفترة تعود للأطفال. ودعت المجتمع الدولي والجهات المانحة للمساهمة في الحد من الأسباب المحتملة لمشاكل الصحة النفسية. نتابع المزيد عما جاء في تقرير منظمة أنقذ الأطفال مع رانيا دريدي فيما يلي. في سوريا عاش الأطفال أقصى 10 سنوات منذ عام 2011، أحالت حياتهم إلى كابوس حقيقي، ثورة نجح النظام في تحويلها إلى صراع مسلح أودى بحياة نصف مليون شخص، وتسبب في تهجير 12 مليون شخص نصفهم خارج البلاد، معاناة كان لها آثارها الخطيرة والعميقة على الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع السوري، فئة الأطفال. يشير تقرير لمنظمة أنقذ الأطفال أن خمس حالات الانتحار المسجلة ومحاولات الانتحار كانت من قبل الأطفال في شمال غرب سوريا، حيث يواصل السوريون مواجهة التهديدات المزدوجة والمتمثلة في القصف الجوي ووباء فيروس كورونا. منظمة أنقذ الأطفال حذرت من ارتفاع أعداد حالات الانتحار بين الأطفال السوريين في مناطق شمال غربي سوريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وذكرت المنظمة أن محاولات الانتحار ارتفعت بنسبة 86% قياسا بالأشهر الثلاثة الأولى من نفس السنة. وسجلت المنطقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 246 حادثة انتحار ونحو 1748 محاولة انتحار. واحدة من بين كل خمس محاولات انتحار مسجلة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 أصحابها أطفال، و42 على الأقل ممن حاولوا الانتحار أعمارهم دون سن 15 عاما، بينما يسجل المراهقون والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما نحو 18% من الأعداد المسجلة. هذه الأرقام تشير إلى الظروف المتدهورة للسوريين في شمال غرب البلاد، إذ يعانون من الفقر ونقص التعليم والعمل والعنف المنزلي وزواج الأطفال. المنظمة أكدت أيضا أن الازدحام والظروف غير الصحية في مخيمات النازحين ونقص البنية التحتية في شمال غرب سوريا كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية. ونرحب معنا من غازي عنتاب بآلاء رجاء مغربية، وهي منسقة في شبكة حراس الطفولة وأخصائية لحماية الطفولة. أهلا وسهلا بك معنا آلاء. إذن منظمة أنقذ الأطفال حذرت من ارتفاع أعداد الانتحار في شمال غربي سوريا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020. بداية، لماذا هذه الفترة تحديدا شكلت محفزا للانتحار لهؤلاء الأطفال؟ ومن هي الشريحة العمرية التي نتحدث عنها؟ بداية أهلا وأشكر لك الفرصة للتحدث عن الأطفال في سوريا والمعاناة التي يمرون بها. بداية، الفترة السابقة اللي مروا فيها الأطفال سواء من إغلاق المدارس بسبب الصراع المسلح أو إغلاق المدارس بسبب الجائحة العالمية كوفيد-19، بالإضافة لتدهور الوضع الاقتصادي وتدهور الليرة السورية، أثر بشكل يعني مباشر أو غير مباشر بالظاهرة اللي عم نحكي عنها هلأ. الأعمار اللي عم نحكي عنها
الأطفال ما تحت ال 15، بالإضافة معظم الحالات يعني 18% من حالات الانتحار هي لفئة الفئة العمرية ما بين 16 وال20. فنحن عم نحكي فعليا عن فئة الطفولة والمراهقة يلي هن الجيل اللاحق المستقبلي مستقبل. لشمال طيب غرب ما سوريا. الذي يؤدي بطفل معين لاتخاذ قرار إنهاء حياته؟ يعني من هم الأطفال الأكثر تأثرا مقارنة بغيرهم؟ الحقيقة الأطفال في شمال غرب سوريا كل مالهم عم يصيروا هشاشة أكثر بسبب الوضع الاقتصادي مثل ما حكيت. يعني سابقا كان الطفل يلي هن من عائلة ميسوري الحال بسبب الجائحة وتدهور الليرة السورية صاروا عم يصيروا يعني عم يدهور الوضع العائلة، وعم يخلي معظم الأطفال بخطر إنه هن يكونوا أكثر هشاشة وعرضة لهي الظاهرة. في كثير من الأطفال اللي نحن بنتعامل معاهم بسبب يعني انقطاع الدراسة لفترة كتير طويلة وضعف الحالة المادية لأهلهم صاروا عم يشتغلوا بمكسر الحجر أو المعامل الكيماوية، وهي بيئة كتير خطرة للأطفال إنه هن يشتغلوا فيها، وصار في اعتماد رئيسي على الطفل إنه هو يوفر المصروف البيت يعني وإعالة في حمل المنزل بشكل كبير كامل. جدا على أكتاف هؤلاء الأطفال. على كل حالات الانتحار عموما في سوريا وليس فقط في صفوف الأطفال تزايدت بشكل كبير، يعني نذكر حوالي 246 حالة انتحار وأكثر من 1748 محاولة انتحار، لكن واحدة من كل هذه الحالات سجلت في صفوف الأطفال في شمال سوريا. برأيك هل كان بالإمكان تدارك وتجنب هذه المحاولات أو هذه النهايات الوخيمة؟ بالطبع يعني نحن إذا يعني التمويل للمشاريع اللي هي عم تستهدف الأطفال وتساعدهم لتحسين الصحة النفسية أو تحسين وضعهم المادي أو تحسين وضع الرفاه النفسي وحماية الطفل لإلهم، كل ماله عم يقل للأسف بسبب الأوضاع السياسية أو بسبب جائحة الكورونا. هذا كله عم يأثر بشكل غير مباشر وبالنهاية بشكل مباشر على الأطفال يلي هن آخر الشيء عم ينتهي فيهم المطاف إما للتفكير بالانتحار أو من عائلة هي صار فيها حالة انتحار للأسف. كمان نحن كثير بنشاهد حالات الانتحار ما بين الأطفال يلي هن نزحوا من مناطقهم الأساسية، لأنه معظم الضغط عم يصير على هدول الأطفال بسبب سوء يعني صعوبة الوصول للأطفال للتعليم أو سوء الوضع المادي لإلهم، بالإضافة لكثرة حالات الزواج الأطفال بيناتهم اللي هي بالأخير عم تمنع من حماية الطفل بسبب يعني إذا تعرض هذا الطفل لعنف من الشريك أو نعم. أي خطر مقلق له، ما عم يكون في سهولة للوصول له لأنه يعني صار بعيد عن أصلا حتى مراكز زواج الأطفال الأطفال والخدمات بحد اللي عم تستهدف ذاته الأطفال. مشحف بالنسبة إليهم. على كل هل من إشارات معينة يعني قد نسميها إشارات إنذار يمكن للمحيط أن يتنبه لها وأن تشير إلى أن أطفال معينين يمكن أن يقدموا على الانتحار؟ يعني هل في بوادر قد تظهر عليهم؟ طبعا في ادوات بنستخدمها كعاملين بقطاع الصحه النفسيه والصحه العقليه والدعم النفسي الاجتماعي لحتى نرصد الاطفال يلي هن مثل ما عم تحكي في عندهم انذارات مبكره للاقدام على الانتحار او التفكير بالانتحار، وكثير من هاي الادوات بيتم استخدامها من قبل شركاء حمايه الطفل او شركائنا بالقطاع الصحه النفسيه والصحه العقليه وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي. هاي الأدوات أنا يعني أناصر لأنه يتم تعميمها أكثر على كل العاملين بالقطاع الإنساني وخصوصا الأشخاص اللي هن عم يقدموا مساعدات مباشرة لهي العائلات، لأنه هن أول خط عم يرصد الأشخاص الأكثر ضعفا وأكثر هشاشة واللي عم يقدروا يفوتوا على البيوت بسهولة بسبب تقديمهم لهي المساعدات أو تقديمهم لرسائل الوعي اللي ممكن تحمي يعني تساعد على
رصد هدول الأطفال من المجتمع ليس فقط من العاملين بالقطاعات الإنسانية. على كل إن نحن نتحدث عن أوضاع إنسانية ومعيشية مزرية، عن بيئة ككل يعني ليست مناسبة لنمو عقلي أو جسدي أو نفسي بالنسبة لهؤلاء الأطفال، ومنظمة أنقذوا الأطفال دعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أيضا للتدخل والاستثمار في برامج الصحة العقلية تحديدا. هل تتوقعون يعني استجابة ما لهذه الدعوات؟ أتمنى أن لا أن نلاقي استجابة، وأن يكون أيضا الاستجابة مخصصة لدعم دمج هذه البرامج اللي هي عم تستهدف الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، لتكون مدمجة بحماية الطفل لحتى تكون متخصصة أكثر، لأنه خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي حاليا فيها يعني موجودة بقلة، لكن التخصص بهذه الخدمات لتكون موجهة للأطفال هو معدم وجدا نادر، وهو يعني والأطفال جدا بحاجة لهذا التخصص، لأنه مثل ما عم نشوف تدهور الوضع النفسي عند الأطفال عم يودي ل يعني إنهاء حياتهم أو الوصول للأفكار الانتحارية للأسف. وربما من هنا يجب أيضا العمل على الأسباب للحد من هذه التداعيات ومن حالات الانتحار هذا. أنتم من تركيا، هل لديكم مقاربة معينة في هذا الإطار؟ كيف تساهمون من جانبكم من موقعكم في هذه المنظمة التي تعنى أيضا بشؤون الأطفال في الحد من هذه الحالات، يعني الحد من الاكتئاب عموما عند هؤلاء الأطفال؟ الحقيقة شبكة حراس هي كمركز رئيسي موجود بتركيا، لكن نقدم جميع خدماتنا في شمال غرب سوريا، ونقدم أيضا خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي مثل ما حكينا، اللي هي متخصصة بدعم الأطفال بشكل أساسي من عمر 0 لـ 18، ودعم الأهالي الأطفال يلي هن من الأسر الهشيشة اللي عندها هشاشة أو ضعف، بالإضافة أنه نقدم خدمات إدارة الحالة يلي نعم. هي شكرا لكل طفل. نعم، أشكرك جزيل الشكر، وضحت الفكرة. عذرا على المقاطعة من غازيانتاب، ألاء رجاء مغربية من شبكة حراس الطفولة وأخصائية حماية الطفولة، شكرا جزيلا. بين الجانبين. على كل إن تتابعونا معنا في شبابيك بعد الفاصل. مسافات، معرض في الرباط يضم 200 صورة فوتوغرافية تعكس التأثيرات الناجمة عن كورونا حول العالم. جرعة واحدة من لقاح فايزر قد لا توفر حماية كافية ضد متغيرات كورونا الجديدة. المزيد في شباك الصحة. بولندية تفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي للتضامن المدني بعد تأسيسها موقعا إلكترونيا يتيح التبليغ عن حالات العنف الأسري. أهلا بكم من جديد. رفض عالم الاجتماع والفيلسوف الألماني البارز يورجن هابرماس تسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة شخصية العام الثقافية بقيمة قدرها 250,000 يورو تقريبا. وقد برر هابرماس قراره بالقول إن المبادئ الديمقراطية التي يتبناها ويدعو إليها تتناقض والنظام السياسي الإماراتي. فصل الفلسفة عن السياسة، موقف اتخذه الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس برفضه تسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب بسبب النظام السياسي القائم في أبوظبي. يورجن هابرماس أحد أشهر الفلاسفة في العالم بمسيرة فكرية تمتد لأكثر من نصف قرن. اختارته جائزة الشيخ زايد للكتاب شخصية العام الثقافية، وكان من المقرر تسليمه الجائزة في 23 مايو أيار الجاري في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لكن هابرماس أعلن سبب رفضه في بيان
نشره موقع شبيغل الألماني. سبق أن عربت عن استعدادي لتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام، وهذا كان قرارا خاطئا سأصلحه. لم أكتشف في البداية الصلة الوثيقة بين المؤسسة التي تمنح هذه الجوائز في أبوظبي وبين النظام السياسي القائم هناك. يورغن هابرماس البالغ من العمر 91 عاما يعتبر أحد أهم علماء الاجتماع والسياسة في العالم المعاصر، من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية التي تشكلت في المنفى على يد روادها ماركس هوركهايمر وتيودور أدورنو في أثناء معارضتهم للنظام النازي. رائد الخطاب النقدي الفلسفي والسياسي، أحد أكثر الفلاسفة تأثيراً حول العالم، له حضور طاغ في الدوائر الأكاديمية والثقافية والسياسية الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص. بلغت مؤلفاته 50 كتاباً في مختلف الاختصاصات التي جمعت الفلسفة والاجتماع والسياسة والقانون والدين. صاحب نظرية الفعل التواصلي كتب في ختام بيان رفض الجائزة: من المعروف أنه إذا تعارض العقل مع القوة فإن القوة هي التي تفوز مؤقتا، لكنني أؤمن بانتصار القوة التنويرية للكلمة النقدية على المدى الطويل. ترجمت كتبي للعربية وهذا يكفي. أقيم في العاصمة المغربية الرباط معرض مفتوح للصور الفوتوغرافية الصحفية تحت عنوان مسافات. يقدم المعرض 200 صورة فوتوغرافية التقطها 150 مصورا لوكالة الأنباء الفرنسية في مختلف دول العالم في زمن الجائحة. لنتابع. يتجول بين الصور ويتأمل تفاصيل تبدو مألوفة له، فمهما اختلفت الوجوه وتباعدت الأوطان، أثر الجائحة ستكون المشاهد فيه متشابهة. حجر صحي وكمامات واقية وخوف وحذر في كل مكان، مشاهد فرضتها الجائحة على الناس، يرويها معرض مسافات في العاصمة الرباط. اثار انتباهي للتنوع اللي كاين في التشكيلة ديال الصور المطروحة من خلال التركيبة ديالها، من خلال مختلف الثقافات، يعني ثقافات من جميع أقطاع العالم اللي شفت أنا، من الولايات المتحدة، من غينيا، من المغرب، من البرازيل، يعني واحد تشكيلة يعني متنوعة وتركيبة زوينة تخليك تسافر واحد السفر لمناطق بعيدة في دوك الصور. صور تحكي سيرة الجائحة في بلدان مختلفة، وثقها مصورون من مختلف قارات العالم، تعرض هنا على مدى 3 أشهر لتحكي جزءا من رواياتهم وبعضا من فصول الجائحة وآثارها التي تشابهت وطالت كل شيء. اخترنا مع فاضل سينا مصور وكالة فرانس بريس أكثر من 206 صور تم التقاطها في جميع أنحاء العالم، وأتيحت لنا الفرصة لمقابلة شريكين عربيين بهذا الحماس اللذين كانوا سعداء للغاية لتمكنهم من تقديم هذا المعرض للجمهور المغربي معنا. عزلة وعزل معقم ومقياس حرارة وتباعد اجتماعي بين الناس، وجنود وجدوا أنفسهم في الصف الأول في مواجهة الفيروس، ومشاهد كثيرة أرختها العدسات في أكثر من بلد ويرويها مجتمعة هذا المعرض المفتوح. عندما يصبح المصور مؤرخا تصير الصورة حكاية، وحكاية الصورة غالبا ما تكون أوثق وأصدق وأقدر على حفظ الذكرى والذاكرة. يوسف البقالي، العربي، الرباط. حان موعدنا الآن مع داني أرشيد وآخر أخبار الصحة. مساء النور داني. مساء الخير نادين، ومساء الخير لجميع المشاهدين. عن شو بدنا نحكي اليوم؟ عن كورونا أكيد، واللقاحات المضادة لكورونا. صحيح. كما تعرفين الهند اليوم تعاني كثيرا من موجة شرسة
من وباء كورونا والبرازيل كذلك. إذا ماذا عن هذه المتغيرات وما هي فعالية اللقاحات تجاهها؟ إذا جرعة واحدة من لقاح فايزر بايونتيك المضاد لكورونا قد تترك الناس عرضة لمتغيرات كورونا الجديدة بحسب دراسة جديدة. الهند وموجة جديدة شرسة من فيروس كورونا، حيث تغرق المستشفيات في جميع أنحاء البلاد مع الإصابات المتزايدة ومع ندرة إمدادات الأكسجين، والتي يعتقد أنها مدفوعة على نحو ما بمتغير جديد نشأ في البلاد، وسط مخاوف من أن البديل قد ينتشر على نطاق أوسع خارج الهند. يعتقد العلماء أن السبب وراء هذا التصعيد السريع في الهند هو نوعان من سلالات فيروس كورونا ينتشران على نطاق واسع في البلاد، متغير B.1.1.7 الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة، والمتغير الجديد B.1.6.1.7 الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند. يمثل الشكل الهندي مصدر قلق خاصا للبلد والعالم، لأنه يحتوي على طفرتي هروب تساعدانه على التهرب من الاستجابات المناعية للجسم. وفي هذا المجال نشر باحثون في بريطانيا اكتشافا حول فعالية لقاح فايزر بايونتيك ضد المتغيرات الجديدة، إذ وجدوا أن جرعة واحدة من لقاح فايزر بايونتيك لا توفر حماية كافية ضد المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا. وفي ضوء هذه النتائج يطالب الباحثون مسؤولي الصحة العامة بإعطاء جرعة ثانية لأوسع مجموعة ممكنة وبالسرعة القصوى. راقب العلماء 731 عاملا في مجال الرعاية الصحية البريطانية لعدة أشهر العام الماضي، أصيب حوالي نصف هؤلاء بكوفيد 19 خلال الموجة الأولى من الوباء في مارس 2020، بينما لم يصب الباقون. ووجدت الدراسة أن أولئك الذين أصيبوا سابقا بعدوى خفيفة لديهم استجابة مناعية أعلى بكثير بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر من أولئك الذين لم يكونوا مرضى، والاستجابة المناعية كانت قوية ضد المتغيرات التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا وفي جنوب أفريقيا. وأظهرت مجموعة المتطوعين الذين لم يصابوا بالعدوى استجابة مناعية أضعف بكثير لمتغيرات فيروس كورونا بعد جرعة واحدة، فمستوى الأجسام المضادة لديهم كان أقل بمقدار 11 إلى 25 ضعفا مقابل متغير B.1.1.7 مقارنة بالنسخة الأصلية لفيروس كورونا. وتنطبق النتائج على الأرجح أيضا على المتغيرات الأخرى المتداولة مثل B.1 الذي تم اكتشافه لأول مرة في البرازيل، ومتغيرات B.1.6.1.7 وB.1.6.1.8 المرتبطة بأول ظهور لها في الهند. إذن دانيا، يعني يمكن القول أن هذه المتغيرات الجديدة التي رصدت في الصين تشكل بالفعل تحدي كبير أمام عملية التطعيم اليوم وحول العالم. صحيح نادين، أهم شيء بدنا نذكر أنه هذه الدراسة بحسب فريق البحث أكد أنه هذا لا يعني أن اللقاحات غير مجدية، لا يعني أن جرعة واحدة لم تحدث أي فارق، لا أحدثت فارق، ولكن بحسب حتى التجارب السريرية كلها مصممة أو اللقاحات مصممة على أخذ جرعتين، ربما حتى يكون هناك جرعة ثالثة معززة في فترة ما لاحقا. ونعم المتغيرات الجديدة قد تشكل تحدي أمام عمليات التلقيح، ولكن هذا التحدي سوف يكون من السهل أو سوف يمكن إدارته من خلال جرعات معززة في المستقبل تواكب السلالات الجديدة في حال لم تكن هذه اللقاحات فعالة تجاه السلالات والمتغيرات الجديدة. على كل أيضا توقفت اليوم عند دراسة جديدة أخرى تشير إلى أنه جرعة واحدة من أي لقاح مضاد لكورونا صحيح. يمكن أن تقلل من نسب الإصابة أو العدوى داخل الأسرة الواحدة ب 50%. نعم نادين، إذا أظهرت دراسة جديدة أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يمكنها أن تقلل خطر انتقال العدوى في الأسرة داخل منزل إلى النصف. الدراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وخلصت إلى أن أولئك الذين حصلوا على جرعة أولى من لقاح فايزر أو لقاح أسترازينيكا وأصيبوا بعد 3 أسابيع كانوا أقل خطرا في نقل العدوى بالفيروس للآخرين بنسبة تتراوح بين 38% و 49% مقارنة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد.
إذن الجميع قد يتساءل، هل تمنع اللقاحات انتقال العدوى؟ ربما هذه الدراسة أجابت على أكثر سؤال تبادر إلى ذهننا. نعم، اللقاحات لها دور في درء انتقال العدوى، بالإضافة إلى قلة الإصابة بالأعراض الحادة من كوفيد، وبالإضافة إلى تقليل الوفيات بسبب كوفيد. إذن اللقاح شرط لازم لضرورة الاستمرار في الحياة وعودتها إلى طبيعتها. نتمنى أن يؤمن للجميع. على كل، شكرا جزيلا لك. شكرا نتين. شكرا. شباك الدنيا يأخذنا إلى بولندا، حيث أسست كريسيا باسكو موقعا إلكترونيا للتجميل يهدف أساسا للتبليغ عن حالات العنف الأسري باستخدام رموز خاصة. مبادرة كريسيا أهلتها للفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي للتضامن المدني، وتبلغ قيمتها 12,000 دولار. ويأتي هذا الفوز بعد انسحاب بولندا من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة دولية بارزة لمنع العنف ضد المرأة. نترككم مع هذا التقرير ونلقاكم في الغد عند الساعة 4 بتوقيت غرينتش، 7 بتوقيت القدس. إلى اللقاء. كريسيا باسكو مراهقة بولندية قررت أن تكسر حاجز الصمت العائلي عبر تأسيس صفحات تواصل وموقع يخيل إليك أنه موقع للتجميل ولكنه للإبلاغ عن حالات العنف باستخدام رموز خاصة. أنا في حاجة إلى كريم، ولكن من فضلك لا يحتوي على الكحول لأن لدي كثير منه. بشرتي ليس بها أي كدمات بعد، لكني لا أستبعدها. لقد كنت أبحث عن شيء ما منذ بضع سنوات، كان يتحسن سابقا، ولكن بشرتي تزداد سوءا في الآونة الأخيرة. هل لديكم عرض لي؟ هدف كريسيا أن لا مزيد من السكوت مع رصد تزايد الانتهاكات داخل المنزل أثناء فترة الإغلاق. تقوم بتوجيه أسئلة مشفرة للمبلغين لتوضيح ظروف الواقعة وملابساتها وعنوان الضحية. من بين بعض الضحايا ظهر العنف المنزلي فقط في وقت انتشار الوباء، ويبدو أنه نتيجة لشكل من أشكال عدم اليقين المرتبط بفقدان العمل والمرض والإغلاق. هذه هي الحالات التي تدفع الجناة للقيام بالعنف. الموقع يبدو كمتجر حقيقي، ولكن بدلا من مندوبي المبيعات يوجد على الجانب الآخر من الشاشة إلى جانب كريسيا فريق متطوع من علماء النفس من مركز حقوق المرأة. إذا أبلغنا شخص وأدلى بعنوانه فهذه إشارة لنا بأن استجابة الشرطة يجب أن تكون على الفور، ونحن بدورنا نعلم سلطات إنفاذ القانون للتحرك فورا. فازت كريسيا بجائزة الاتحاد الأوروبي للتضامن المدني لمبادرتها المهمة وتسليطها الضوء على ظاهرة العنف المنزلي، ولرفضها تجاهل الفئات الضعيفة وإهمال الضحايا.